بروفيسور وحي كتمت بروفيس وأفلاتين إنجليزكو أفضل بدن صوت طبعا عارستا ومالك الكلمة هذا بروفيس وهذا وعلمك هذا وحكى له ما وحن كفر حسنا إلى نما ضو حفلة صوبان جدا بوغا وقرا زكريا إن بوغ لقرا وحسها لما وح لقرا وح يسوي جيران لبوح يا بول فيكشن هي نون فيكشن لبضة بنا وفكر لفكرة وقفك أو حكى فكرة من نوع حبوا صورينا speculation أو حبوا ملأ ولا وح فرانسيس كده هن إيماجينيخ وحال إيماجين كرينا وحال صورينا من نوع وح يتوصل إتابسية أو practical أو القرية ونون فيكشن أنا جم ركوا حنكون جرا دتك نون فيكشن كقرا فيكشن وح قرا أو كنت تخصصي من تركيجي مع نك المهني أبي بروفيسور علي جمعالي أحمد وحده قال جامعة نيويورك وحده قال مادة اللي يريده comparative literature إسبر برد جسوع جنت أو novel كأوه الرأي كجر وح فيكشن كه وانا فلان قايا novel هذا إنه أغريج عليه هدي في صومالي هين هدي في إنجليزي هين هدي في عربي هين يهدي هين أفكان إثيوبيا لغة اللي يريده تكرانيا أو وغيق إثيوبيا الكونفورت إريتريا لغة هلا أنت بو ودرسها وكتقص سقراه بدنا نروح قرا قاسة وحال إسكو درسين هاي دراسات كعلم باريس طبعا قف كباجر عن أوله أو أما باجر لورك إسكو سوقاتي وحل حر الريتريجا إنه كق قرا ونعكسين كم عين دتك أنت سكالة سومالي دتك أفنغريس علم باريس كوسما يحق قرا dadka wuxuu ku raaxay sanaysoo u horeeyaa professor Cali Jamaal Ahmed oo aad ku ciishanays saad waxa barato marka Zakariya waa bogaadinaya taariikhiyahanadu wax u horeeyay buug marka la qoro ama novel aan noqdo ama yoon noqon ay ka fiiriyaan waa periodka la qoray sanadka buugu ka hadlayo intii aan wax arkayay novel badan aan aruriyay oo la qoray maxamar aan ka aruriyaa ee meelo badanba waxa uu la qoraa xilligi محمد سياد برا يحل لي طبعاً كسنة علاد وهرس نوفلاد أبداً هديال جامعة لندن سواس وجاء لأنه ذكري أوجي هاي سكشن أنا وحلا هذا هاي بوقت أصلاً لقى قرر لو كذي هداد من مذ أكتو وحل قرر ونوفلا لقرر يحل لي محمد سياد برا أما 91 إلا 2000 نوفل كان هذا ذكري قرر وكي وهرين أركو أفرعي أما قرية لبذكن يوحي كدم بي مرده وحا سو سوده بوك نون فيكشن اه او ان وخ كسخنو او قري مدحوين عبد القاسم او سنه 2000 اسنا كا ورماي بيريد كا حدو زكريا ان فيكشن غري وا خلي ادم هيما او ان لا تابت اي تاه هدي سغول لو ايغو وقتي او هوريو فيكشن تاريخ الصومالي كبلود وحو اها 1974 تضباتني افرت نوفل كوري أو سمال كقرن وحنا الأورنجري أقون درة وون عبد جعيل ويا لا جامعة لندن وها قري فارح محمد جامع عول من الأورنجري سديتني لبدي بروفيسور غوش بروفيسور غوش ما قيس رسمه هو بي دبليو أندرس ويسك ورجيس أو قدر عبدولي الكاسو فديا ولندن كسو سارجري أنا جنر لندن أنا ينذكري لبدا كوني كودي نوفلاد اف سومالي و ترجمي بروفيسور اندرويس كان اف سومالي و قري ماجازين كيس لما كون ايكودي الكوي تمنكي اي ثينك كوبيغ انا قدر وهايو سديتني لبديو اف سوم اف انجليزي ترجمي شاكدي اهيد اقون در و اون عبجعل ددك ماركا تاريخ درس افريكا ميلول بو وخي جعل يهن نوفلاد كان تاريخ كا ورمي قار و هو كا ورما موقتاي ايدو جعل لغا ورميو اما واخ كلا لغا ورميو ايا واخا لغا ورميا خيلي تاريخ ذا داعي مركا أقون دروا أون عبد جعل وحوك هو الرمي يكون سجال بقول سدحي تمنكي إلا كون سجال بقول لبي لباتنكي وحلقي أي دراويش تسي بربريس أبا رب بدن ضدك صومالي دول كي دقيق وكدعي نحلي لو بحي دول كصومالي حرام عنا حرام لما عن بقتي لكن وح أوقع داعي أبا رب باهب درن ربتي أو علادي بريتش كي دراويش نحمري سربت مركا تيو إيماجينيخ speculation
oo ah in wax la mala awaalo xilligii min dhaa aqriyay dokumentigi faarax maxamed jaamac oo wuxuu aqriyay dokumentigi gaalada britishki marka imagination uu sameeyay the same waa sida ay samaysay nadiif maxamed yah buuqeedi black mama boy oo soo baxay 2010 oo novel of ingiriis oo ay ka qortay aabaheed sida uu noolaa dagaalka labaad een sheekadii aabaheed ay rabtay inay taariikhdiisa qorto oo siiman ahaa dunyada maray dad aan la taliyo yiri dee book caadi haddaa ka qorto biography ah ama autobiography dee uun jaamacadahaas uu oolaa nin uun qof cilmi raadinaya uuna aqrinayo laakiin waxaa la aqrinaya haddaad ka dhigto qolo cadaana la talisa novel u bedel book waa ujeedaa waa novel laakiin sheekada waa sheeko dhab ah oo dhacday aabaheed ku dhacday meelahu maray een tareenadu raacay iyo alexandrium egypt iyo dhulka uu maro dhan markuu ka baxay een hargeysa ilaa iyo england soo ku galay iyo liverpool meelo badan marka muhiimad gooni ayuu ay noveladu leeyihiin aniga mar walba waxaan ku soo daraa jaamacadaha markaan een ka hadlayo wadamada burbur state collapse sababay u burburaan ugu weyntahay dictatoriyad iyo xukun la isku adkeeyo doorka novel kaga jira in lala hadlo hoggaamiyasha kala taliska afrika hadda qaarada afrika inaad eegtid buugaagta soo baxay waxay u badan yihiin novelist ama non fiction sida buugga zakariye daday la hadlayaan ama waxaa lagula hadlaa karikatuur wax la sawiro ama novela lagula hadlaa roberto mugabe iyo mengistu xeela maryam si kaloo loola hadla ma jiro oo qof caadi intuu wax u qoro wixii ama waa lagu xiraya ama dhibaata uga imaanaysa marka sheekooyina lamala awaala laakiin dhab ah oo bulshada ku dhex jiro wadamo badan oo dariskan hadda way ka dhacaan oo mar dhoweyta wayba dhaceenba in dad wax qoray intay xukunkii ka warameen lagu jaalin jiray oo dhibaato ka dhacday faarax maxamed jaamac ool wuxuu kaloo 1978 qoray novelisteen ugu horreeya soomaali waaye buu kaloo af soomaaliga la dhaho garbaduubkii gumaysiga loo turjumay mar dambe af ingiriis marka laga dhigay the shackles of colonialism ya saasaa loo garbaduuban yahay waa gumaysiga asna wuxuu ka waramaa intaan gumaysiga xukunkiisa bilowgii hore sida dadka u dulleystay oo soomaali u dulleeyey taas waa tii guud oo soomaali dhexdeenna ahay noveladeenni afrika haddaan tagno novelka ugu caansan afrika oo maanta jaamacadaha lagu dhigo literature iyo hadday noqoto history iyo anthropology wax walba waa buuggii things fall apart ee soo baxay 1958 I hope dad isku dayaya inay af soomaali u turjumaan inay jiraan si dadka soomaalida u aqrista loo arko chinua achebe uu qoray oo nigerian ahaa buug marka hore dhib badanaa lagala kulmaa buug marka la qoro publisherka uu daabici lahaa si uu daabici lahaa oo intay aqriyaanay soo diidayaan dooda decolonizationku ilaa maanta ka socota jaamacadaha america europe ee maskaxda gumaysiga looga saaraya cilmiga afrika waxyaabaha lagu eedeynayo gaaladay ka mid tahay in markuu chinua achebe nigeria buug ka soo diro london usoo diray inay intay aqriyaan ay diideen adan waxaan daabici karnaa maktabad iyo publisher dadka madow jecel inay u daabaceen oo macna weyn waaga lahayn laakiin buugga macna ku yeesh things fall apart markuu soo baxay publisher ka daabacay iyo buuggii iyo qoraagiiba cirka isla galeen ilaa maantana inman publisherada u waaweynay kamid tahay buuggaaga u geeyay ayagana waa soo diideen buugga ugu macna weyn waay oo novela oo maanta afrika oo jaamacadaha lagu dhigoy mana dhaco xilligiis things fall apart yacni af soomaali maxay noqonee markii wax walba sida quraarada u burbureen taasuu ula jeeday chinua achebe gumaysiga markuu yimi siduu traditionka afrika u baabiiyey culturka siduu u baabiiyey customka siduu u baabiiyey caadooyinkoodii dhaqamadoodii hidahoodii uu u waxyeelayo ka waramayey sidii oo kale rajaynaya zakariyana inuu noveliste xilliga cusub la socdo modern novelist oo af soomaali inuu wax ku qoraan inuu doorteyna dee ayada laftirkeedana wax muhiimad weyn la waayo marka lagu dhex aqriyo decolonizationka hadda socdo ninkii ugu horreeyey oo soo af ingiriis novel ku qoraayo ka tegay afrika ee yiri mar dambe af ingiriis kuma qorayo annaga dambiyadaasaan ku jirnaa kuwa ku eedaysanaan ku jirnaa oo luuqadaha qalad wax ku qoro wuxuu ahaa Ngugi wa Thiong'o east africa oo dhan u caan ka yahay uganda tanzania isku dar ilaa ruwandadaas ya ilaa south sudan ku dar waa kenyan af ingiriis uu ku qori jira novelada intuu mar hal mar hadlo shir jira aad qabto yiri maanta igu dambayso af ingiriis dambe qoro waa yaan la hadlaa waxaan la hadlaa yurub iyo maraykan iyo ummada ilaahay hadda kadib waxaan la hadli doonaa dadka kenyanka not only dadka kenyanka inaan la hadli doono qoomiyadiidaan la hadli doonaa yiri oo akikuyu
مرك أفكر كويو كقرا هذا أصلاً النوفل يابلو لي هاي أنا أولي رهدو إن ويب نوت أجايلد منو بيهو هؤين الله نوفل كيس مرك ويحي سو هذا مو أبدا شباب أفكر كويدا صادح كقرا ده كيس أنا قيوم بدنا نقول حليه كين هذا الرون أهل لقي ميا مريض عادي دوري توماس أناكور إن جوري سال جاب صدي كين كأدي أمريكا ونجامعة نوفل ليتريشر كود دجا كين الدواء دقيه وعي ماذا أنا نوف دتك هذا وقعي إلا وحي سأغرنا يا دتك نني جعلي هنا وياي أو ده وحي سباق لاسيون يا وحي علميانا يو نوفل لك دجا يا مرك جد كاسان مرينا قلينا ذكرينا وحرجينا دي ضبطنا وطلع يرفع اليوم جعلنا الله إنه القرآن أما ربنا القرآن إن العاوية جامعة دون يشان كلاس literature كي comparative literature روقات ذكرينا دي كيف كنا قضاء رجينينا أنا جانا كو contribute غرينو مركا وحان كسو كوبيا إنان مركا لي بغاديو موجي سيدان أغو فرحسان هاي إن وحال قرر لغونا قرر ولي بأف سومالي سان تلمامي وحان دنبيلو كونا هاي دمانتين با أنا جي إن إلمي دا إن الباريستين يوطن أي كو قرانتا هاي أفغالات dadka soomaalidu aysan arkayn waxaan qorayna waagi hore uu waxaan dadka uu wax aqristo ama cilmi raadinaya wixii aqarnaya laakiin dadka balki baabulishka ma gaareeyaan marka zakariye soo dhawow walaalkay farxad weyn ay tahay inaan aaw halkan joogo wax yar aniga adiga taariikhdeena hadaan xusana anigoo Belgium ka barta philosophy undergraduate bachelor's degree in 2005-6 ayaan June 2006 waxaan tagay London markii uu horeeyay Zakariya aan kulanno aha markii de waan in novel hadda qoray qof markuu wax qorana de waa qof buligii wax aqrin jiray waan ciyaar ma dhacayse ina hal mar qof ku soo boodo qoraal ma dhacayse waa ina soo wada markaa waagaas dadkii wixii aqrin jiray oo kamid aha habeenkii markii uu horeeyay aan saarnaa xitaa nimbu ibaray wuxuu yiri ninkan waa celebrity geen celebrity ma aha waagaas inta wax aqrisay sa itaqaan dadka ima aqoon sida maaska hadda ibartay ima aqoon oo idaacadu ay ibareen dadka markaan wareysay dhiibay markii Zakariye aad iyo aad aan markale ku bogaadina inaad dadaal halkaas ka wadi doontaan rajayna inaad area focus garayn doontaan rajayna oo areadaas uu aad ku dadaali doonto si meeshaas expertise kaaga u qaadmo ah 2000 iyo wixii ka dambeeyay waxaana 1991 ilaa 2000 professor Cali Jimcaale u diraa oo uga aruuriyay halkaan hadda inay markala hayaan ma eegin laakiin 2016 ayuu anoo London ka soo baxay oo xamar u soo socday iga soo baxay New York asoo ilaa wixii novel xamar ku artay soo aruray oo Soomaali ku qoran marka waxaan tagay meeshii hadda marka Makkah al Mukarrama dhinacan lambar 4 dhaafto meeshii waagii hore ahaan jirtay safaaraddi Kenya iyo Iran horteeda lagu gadaa haddadan hadaan marto buugaaga lagu gadaa waa meeshan xayaat iyo ku dhagan safaaraddi Yugoslavia iyo ahaan jirtay waagii hore hafadan aniga ku dhashoon deganin arurnimadeen marka waxaan aruuriyay 1991 ilaa 2000 barasa arkaya ma arkayo 2000 iyo wixii ka dambeeyay marka waxa muhiim ah 2000 iyo wixii ka dambeeyay inaan la qoro de Ethiopianka markay soo galeen xamar sidee nolosha ahayd dadkii sida Human Rights Watch ay qoreen lagu ciijiyay cagaga nafta laga bixiyay wuxuudii ma record garaysmo ama si fiction in law record garayo ama non fiction labadaba 2000 ilaa 2010 maxaa dhacay 2010 ilaa 2023 saddexan joognaa xilligaas aad u muhiim u yahay wixii ka horeeyay wax badan laga qorwaanayaa laan marka hadal waa ku dheeraaday waan halkaas aan rabaa inaan ku soo afjaro